طبعا لا الفكرة اتغير، فممكن قدام نعرف نلاقي ان احنا نلاقي محترفين بره، عشان هما بدأوا دلوقتي يبدأوا من سن صغير، غير لما بس تبدأ بقى وانت يمكن عندك كتير قوي 17 من سنة اللاعبات 16. اللي يمكن بقى لهم تاريخ وتواجد في الملاعب المصريه وهو بيحصد نقول البطوله المحليه بيبقى الحمد لله اتعود عليها وفرحان بيها، ولكن بينتابوا نوع من الفرحه والتطلع ان هو يشارك بقى افريقيا ويشارك في كاس العالم. هل لسه الحمد لله نقول الجيل اللي موجود ده عنده نفس الحماس ونفس الطاقه ان هو يمثل، ولا يمكن دي بقى للجيل اللي بعده باعتبار ان انتم حسيتوا انه ما خدتوش حقكم اعلاميا وماديا؟ طبعا هو بيبقى عنده الجيل دوت مرتبط بالجيل ده، فلو جيلنا احنا ما عندوش احساس ان هو عايز يلعب في البطولات دي، مش هنقدر ننقل الاحساس دوت للجيل اللي طالع. أكيد فطبعا دوت احساس موجود، واحنا كنا بنشارك فعلا من كام شهر في التصفيات بتاعت افريقيا، وبرضه مؤهله لكاس العالم، يعني هي مؤهله للاثنين. اللي تقدم فيها نيجيريا بتاعي تقدم فيها نيجيريا وتقدم فيها، بس هي لسه التصفيات ما خلصتش يعني، بس احنا ربنا ما وفقناش يعني، ما صعدناش من الدور الاولاني، بس كان يعني احنا كنا قاعدين حوالي 5 أو 6 شهور في المعسكر، تمام. فمحدش هيقعد كل الفتره دي بعيد عن اهله وسايب شغله وسايب دراسته، وعندنا ناس كتير في معسكر جامعات خارجي ولا داخلي؟ داخلي، هل محدش هيسيب بتشوفي كل قلة الفتره ديت لو الاحتكاك؟ هو مش عنده احساس يمكن ان انا هو مع عايز. الكابتن محمد في كلمة قالها في البداية، قلة الامكانيات المادية وقلة الاحتكاك والمعسكرات الخارجية دي بتأثر على قوام المنتخب المصري، ما بنشوفش فعلا زي ما بنقول في نقلة جديدة على اساس لما يبقى في احتكاك تاخدوا خبرة، بيبقى عندكم كسر الهيبة في المباريات الخارجية، لان دايما لما يبقى في ماتشات خارجية بيبقى اللاعب عنده او اللاعب عندها زي ما بيقولوا ثقل في الملعب كده، وتفهم ازاي ما تخافش من اي مباراه خارجيه. تمام. هو احنا في ال5 أو 6 شهور اللي احنا قعدناهم في المعسكر فعلا ما لعبناش ماتش دولي رسمي الا ضد زيمبابوي، يعني كانوا موجودين حوالي ست وكان ايام في مصر. لعبناهم مرتين في مصر، فتخيل حضرتك خلال 6 شهور ماتشين بس رسميين، قليل جدا كنا طبعا. بنلعب ولاد بس، مهما هتحتك ببلد غير لما يجي لك احساس ان ده ماتش رسمي دولي في اجنده الفيفا، طبعا الاحساس غير. فطبعا دي المشكله يعني، ممكن نقعد فتره كبيره جدا في المعسكر بس ما نحتكش بفرق اللي احنا ممكن بعد كده نلعبها، يعني مهما هتلعب ولد برضو مش هيكون زي ما تلعب بنت. طبعا عايزين النهارده نفتح شويه يمكن الافاق عند اولياء الامور وعند لاعبات كره القدم. هل بتشوفي ان عمر لاعبه كره القدم على البساط الاخضر بيطول اذا فعلا ما عادش فيه ارتباط للثقافه الشرقيه، جواز، خطوبه، مستقبل؟ دي هتخلي فعلا يمكن الاعمار تطول في الملاعب وفي نفس الوقت نشوف مواهب متعدده يمكن محرومين منها فتره طويله. طبعا هي هطول، وانا زي ما قلت لحضرتك هو التفكير مختلف، يعني احنا في المنتخب كان عندنا كابتن اعتماد، دي كانت بتلعب في نادي سموحه وهي بطلت فتره عشان اتجوزت ورجعت لعبت في المنتخب تاني، فهو طبعا الثقافه اتغيرت كتير جدا جدا عن زمان، وكل ما الثقافه بتتغير احنا بنتطور ان شاء الله. نرجع للكابتن محمد كمال صانع بقى النجوم والابطال في نادي دجله، الى اي مدى النهارده بتشوف كره القدم النسائيه في مصر؟ هل فعلا بكل صراحه وطبيعه كده مطمئنه للمستقبل، ولا ما فيش دعم من الاتحاد المصري لكره القدم كما يجب لهذه اللعبه اللي بنقول يعتبر يمكن اللعبه الثانيه على طول بعد كره القدم الرجالي؟ ويمكن بس انا عايز الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مهم جدا جدا، لان الدعم لازم يجي من بدايه من رئيس الاتحاد. اكيد طبعا. ويمكن انا اتبسطت جدا ان تواجد في المباراه النهائيه، ويمكن في نهايه المباراه قال وهو بيسلم الدرع لفريق دجله قال ان هيبقى كل الدعم الفتره الجايه للكره النسائيه، واتمنى اتمنى يا رب يبقى الكلام ده حقيقي، حقيقي مش مجرد وعود. بالظبط. وبعدين في نفس الوقت انا مش عايز اقول ان ايد لوحدها ما بتسقفش طبعا. يعني مش عايز احط الحمل كله على دكتوره سحر، واحده بتحارب بقالها عشرات السنين للعبه. لازم المنظومه كلها في الاتحاد، الاتحاد فيه 11 عضو تقريبا، ما ينفعش يبقى واحد بس هو اللي بيحارب على لعبه وباقي الاعضاء مش مقتنعين. فلازم يبقى فيه دعم للعبه من جميع الاعضاء، دي ده عنصر اساسي، هي مش ابنه غير شرعيه للاتحاد، دي ابنه شرعيه. يعني من انشطه الاتحاد الدولي لكره القدم المنتخبات والكره النسائيه اللي بيهتم بيها الاتحاد الدولي دلوقتي جدا، والكره الشاطئيه والكره الخماسيه دي من انشطه الاتحاد. فالاتحاد هو المسؤول عن نشر اللعبه، والاتحاد هو المسؤول عن دعم الانديه، والاتحاد هو المسؤول عن نشر ثقافه كره القدم النسائيه في الانديه. اكيد. وزي ما عملت اثيوبيا في وقت من الاوقات ان رئيس الاتحاد اجبر بعض الانديه هناك انها مش هتشارك في الدوري الرجالي الا لما يبقى عندها فريق نسائي. ولذلك اثيوبيا من الفرق دلوقتي المتقدمه جدا في كره القدم النسائيه. الاهتمام لازم يجي من الهيد فوق، ومشاركه بعض
الوزارات الاخرى زي وزاره التربيه والتعليم لازم تهتم بالرياضه المدرسيه للبنات نمره واحد، لان القاعده الكبرى احنا 90 مليون زي ما قلت لحضرتك، احنا 90 مليون، احنا عندنا نسبه البنات للولاد في مصر كتيره جدا جدا. المسجلين في الاتحاد قد ايه يا كابتن؟ يعني بالوسط كده، مش يعني لو حضرتك قلنا 25 لعيبه في 12 نادي حضرتك الحسبه يعني قليل جدا قليل جدا. فانت لما تيجي تنتقل النهارده عشان تطلع منتخب هتطلع مثلا في حدود 30 لعيبه، القاعده ضيقه قوي بالظبط. واحنا اولا بالصدف بالعلاقات بالمعارف ببرنامج زي حضرتك المحترم، حد ممكن يتفرج يقول طب انا اروح العب كره ازاي، وبيجي لنا حالات من ده كتير. احنا طب احنا ازاي نوصل لوادي دجله او نوصل للطيران او نوصل للداخليه ومواهب في مصر وصعيد مصر وفي المحله وفي المنصوره. يا جماعه مصر مليانه طبعا، بس اللي يدور. طب ندور ازاي؟ لازم يبقى فيه منظومه للبحث والتنقيب عن المواهب. كتير قوي كنا بنشوف في المباريات زمان، يمكن حضرتك يمكن هتأكد كلامي ده، كان دايما قبل اي ماتش مهم الاهلي والزمالك بنشوف يمكن قبل منه ماتش بالزبط الناشئين بالزبط، ماتش المنتخب الصغير. ليه ما بقاش ليه ما بقاش في ماتش الكره النسائيه قبلها على اساس الناس تعرف دي الكره النسائيه ودي الفرق ودي الدوري، يرتبطوا قبل بعض حتى يجبروا الناس يشوفوه. يعني حضرتك واحنا قاعدين دلوقتي قلت فكره في منتهى الروعه، ليه ما الاتحاد ما يتبناش حاجه زي كده؟ ليه ما يبقاش قبل الماتش الرسمي نعمل ننظم جدول الدوري ان يتلعب في الملاعب اللي بيتلعب عليها الماتشات، يتلعب الماتش الساعه 1 يخلص الساعه 2:30 3 بعد كده الماتش الرجالي يبدا. دي هتزود القاعده وهتزود المشاهده وهتدي كمان احساس للاعيبه انها لا انا 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 ليا وضع، انا مهتمين بيا، انا حاسين بكياني. لان عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن بقولها في برنامج حضرتك برضو، اتفضل. ان البنت المصريه من اذكى ومن احرف البنات طبعا، اللي انا اتفرجت على ماتشات كتيره جدا عالميه، والله الفرق ما كبير، الفرق كله امكانيات. احنا لما لعبنا في المانيا بالظروف بتاعت المانيا بالمناخ بتاع المانيا بالامكانيات بالاهتمام، صور البنات كانت محطوطه على الاعلانات على لوح الاعلانات في الشوارع في برلين، متصور لهم صور ليهم وبتتباع في باكج كده ب 1 يورو، وال 1 يورو ده بيروح لاعمال خيريه. يعني كمان بيربطوا الموضوع ده بحاجات تساهم وتساعد. فتخيل حضرتك لما يجي لي الاهتمام ده، انا اتسالت سؤال في احد القنوات هناك، طالما انتوا كويسين قوي ليه ما بتروحوش كاس العالم؟ فكان ردي عليهم ان انتوا تعالوا اقعدوا مكاننا سنه واحنا نروح نقعد مكانكم سنه. انتوا مش هتروحوا كاس العالم، انا هروح كاس العالم. احنا يعني احنا الحمد لله باقل الامكانيات وصلنا، هم بالكم الكبير من الاعلام والامكانيات الماديه بالظبط، هم بيتقدموا ببطء، احنا بنتقدم يمكن بسرعه بس ما حدش واخد باله بالظبط، بس عايزين نؤمن الاهتمام. برجع لطبعا بطلتنا اسراء اسامه، امنياتك ايه في المستقبل ان شاء الله كلاعيبه كره قدم؟ وبتفتح الباب لكل محب وعشاق كره قدم الفتيات اللي نفسهم يكون لهم تواجد على الخريطه النسائيه في هذه اللعبه. طبعا انا نفسي في الاول ان احنا نتطور عشان احنا فعلا عندنا الامكانيات والبنات اللي يقدروا يخلوا الكره النسائيه احسن من كده بكتير، وصدقني ده باين جدا لما رحنا المانيا يعني. لان مش بس عشان الفرق اللي كنا بنلعبها، بس بالعكس من الناس اللي هم الاجانب اللي كانوا بيجوا يتفرجوا، لا هم شايفين ان قدامهم مواهب. فانا اتمنى طبعا ان عدد البنات يزيد وعدد الفرق يزيد، وان يبقى في طبعا اهتمام اكتر بالمنتخب. ويعني ايه المانع ان احنا كل مثلا شهر ونص في الاجنده الدوليه يبقى لينا ماتش ودي جوه مصر وبره مصر؟ ايه المشكله؟ ودوت اللي هيعلي المنتخب. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، منتخب مصر الرجال بقاله ممكن دورتين او ثلاثه ما بيدخلش افريقيا، بس مع ذلك كل فتره بيلعب ماتشات وبيحاول ان هم يبنوا جيل جديد، لكن ده عندنا ما بيحصلش. احنا من خلال برنامجنا بنتمنى لكم التوفيق، وتكون ان شاء الله فاتحه امل وخير لكل اللاعبات المصريات اللي بنشوف النهارده. وادي دجله ونادي ولاد استطاع ان هو يحقق سادس مره على التوالي الدرع، وده يمكن شيء جميل جدا. بنتمنى من كل المهتمين بالرياضه المصريه وعلى راسهم طبعا المجلس طبعا اللي هو الخاص بالاتحاد الكره المصريه، ان هو شيء من الدعم لو بسيط، لان اللعبه موجوده بس عايزين زي ما نقول باللغه الكوره كده شيء من التلميح شويه عشان ياخدوا حقهم نقول افريقيا وعالميا ان شاء الله. شكرا يا كابتن. اشكرك يا شكرا يا اسراء. ميرسي. شكرا مشاهدينا الاعزاء، واحنا بنختم معاكم اللقاء النهارده بنجدد يمكن الدعوه اللي كل محب وعشاق الرياضه النهارده تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك صفحه ابطال الهوى، ان كل المصريين ان شاء الله يكونوا في هذا العرس الاستفتاء الكبير 26 و27 اللي نزل العالم كله بالتجمع المصري الكبير، وزي ما يمكن من خلال تواصلنا مع ابطالنا الرياضيين بيقولوا ان شاء الله نكون احنا في مقدمه
كل محب وعشاق الرياضة اللي نازلين يأدوا بأصواتهم ليثبتوا العالم كله أن المصريين خصوصا الرياضيين مش بس بيرفعوا علم مصر في المحافل الدولية والعالمية، ولكن أيضا بيرفعوا كلمة الديمقراطية، كلمة العمل والبناء، ومصر للجميع، مصر في افق الجميع من خلال هذا التجمع الكبير اللي هتشهده مصر ان شاء الله في هذا اليوم، نثبت للعالم كله ان مصر هي مصر في كل وقت وفي كل زمان. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا من ابطال على الهواء، ودائما نلتقي بكم في مثل هذا الوقت كل يوم حد وثلاث. نشكركم والى اللقاء.